نشوف مجلس المرأة الشابة. هذا المجلس طبعاً ما تم إعلانه، صار من فترة طويلة شهور هذا المجلس عم يشتغل، ولكن تجهيز إعلان هذا المجلس كان بيلزمنا وقت. السبب نشوء اتحاد المرأة الشابة أو هيكلية نشوء وأهدافه بيرجع لأسباب فينا نقول تنظيمية، لأسباب اجتماعية. آلاف العوائل بالبلد، ما هي ما فينا نقول والله نحن وصلنا لكل العوائل اليوم، ولكن يعني الشيء اللي ممكن نحن نقوله انه هاي البنات هي تحاول توصلنا، نحن ما قدرنا نوصل لكل. في مجلس المرأة، ليش في شيء اسمه طيب اتحاد المرأة الشابة؟ يعني زاد في مجلس المرأة، السبب هو تنظيم فئة الشباب اللي هي المرأة. زاد نحن بنقول المرأة والشبيبة هم قادة المجتمع او قوة المجتمع، المرأة والشبيبة قوة المجتمع. فلما نكون امرأة وشابة